السلام عليكم. لطفي السلام عليكم. واش راك خويا؟ لاباس خويا. نعم واش راك؟ ما رانيش مليح يا صديقي العزيز. ماشي ما رانيش مليح، ما راناش ملاح. واش نقدروا نديروا باش تولي مليح؟ شوف خويا العزيز، رانا في قصر البخاري. نعم. وقصر البخاري تبع المديه، وانت من غزغزة. لطفي هذا الرجل الطيب اللي عاوننا في الغزغزة وعاوننا في جهة واحدة أخرى يقدر يجي مد لنا كود مام. والله 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 غير تسلكنا يا خويا العزيز. الله يسترك الله يسترك. شوف وقتاش تقدر تجيني؟ صح. ثلاثة إن شاء الله. أو ثلاثة ثاني؟ ثلاثة بلاكيس تجيبهم معاك؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ها روح ديمار يا خويا. سوي عاد راك هنا خويا العزيز. إن شاء الله. زيد اضحك. عليك. الله يسترك خويا، انا نسناو فيك. الله يسترك الله يسترك. يا خويا يا روح بالعقل ياك. هكذا تتم الحلول بالرجوع الى اصدقاء البرنامج الذين قاموا بمساعده الفريق من قبل، فالاتصال بهم دائما عندما نكون بحاجه اليهم او يكون هناك نقص في التعداد. وهذا لا يعني ان ابناء القصر قد اجحفوا بالمساعده، بالعكس الامور تسير بطريقه صحيحه ورائعه، وهذا بفضلهم جميعا دون استثناء، سواء بالعمل الرائع او بالوقوف على كل صغيره وكبيره.